أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. ارتفعت مبيعات البنك المركزي في مزاده لبيع العملة الأجنبية إلى أكثر من 140 مليون دولار مقابل 134 مليون دولار في مزاده الأول. وأوضح البنك المركزي أن سعر الصرف بلغ 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 35 مصرفا وثلاث شركات تحويل مالي، مشيرا إلى أن المبيعات ارتفعت بمقدار 6 ملايين دولار عن المزاد الأول لنفس اليوم. ونوه البنك إلى أن تلك المبيعات هي نتائج المزاد المقرر يوم الأحد القادم، موضحا أن إجمالي البيع الكلي لهذا اليوم بلغ نحو 185 مليون دولار. أعلن المجلس العالمي للذهب ارتفاع احتياطي العالم من الذهب في شهر نيسان الحالي، فيما أشار إلى أن العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا والخامسة عربيا من الاحتياطات العالمية. وقال المجلس أن الاحتياطيات العالمية ارتفعت بمقدار 54 طنا عن آذار الماضي لتبلغ 33,827 طنا. وأضاف المجلس أن العراق حافظ على المرتبة 37 عالميا من حيث هذه الاحتياطيات من أصل 100 دولة، في وقت بقيت احتياطياته ثابتة حيث سجلت 89 طنا وهي تمثل 7.8% من باقي العملات الأخرى، مشيرا إلى أن آخر شراء للعراق من الذهب كان في نيسان 2014 حيث اشترى فيها 15 طنا. أعلنت شركة دانا الإماراتية للغاز أنها تلقت أكثر من 14 مليون دولار من شركة بيرل للبترول لمبيعات ومكثفات الغاز المسال في كردستان العراق للربع الأول من عام 2018. ونقل موقع إيكورد ديلي عن الشركة أن هذا المبلغ لا يشمل حصة الشركة من المبالغ المستلمة من حكومة كردستان العراق والتجار المحليين المحفوظة في شركة بيرل بتروليوم لتغطية تكاليف التشغيل ومتطلبات رأس المال. وكانت الشركة الإماراتية قد وقعت في آذار من عام 2018 اتفاقية مع حكومة كردستان العراق لبيع الغاز لمدة 10 سنوات. قال وزير النفط جبار اللعابي أن العراق انتهى من مد خط أنابيب لتصدير 1.5 مليون برميل من الموانئ الجنوبية. وأضاف اللعابي أن الأنبوب الذي يمتد بطول 11.6 ألف متر سينقل النفط الخام من مستودع الفاو النفطي إلى موانئ التصدير في رأس البيشة 2 جنوبي العراق. وأشار اللعابي إلى أن الأنبوب الجديد سيسهم بتحقيق انسيابية في نقل النفط الخام ويرفع معدل صادرات النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. أكد مجلس محافظة البصرة أن الجزء المتبقي من ميناء خور عبدالله لا يصلح للملاحة. وقال عضو المجلس أحمد عبد الحسين إن تقسيم ميناء خور عبدالله بين العراق والكويت ترسيم جائر كون الجزء العراقي يقع في جهات ميتة، مشيرا إلى أن الأجزاء التي استولت عليها الكويت كان من الممكن أن تدر مليارات الدولارات على العراق. أما الآن نتابع أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.